بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مدرسة على الهواء، ونستكمل حلقة الهيدروليكا المواقع اللي كنا بدأناها الحلقة اللي فاتت، ونكمل هيدروليكا المواقع ونشوف إزاي بقدر أستغل قوانين هيدروليكا المواقع في الواقع العملي بتاعي أو الحياة العملية بتاعتي، وازاي بتأثر عندي في الواقع اللي انا بعيشه، وازاي بقدر استغلها لاستنتاج بعض الضغوط، بعض الاوزان النوعية، بعض المساحات للاشكال، بعض الاعماق او مركز الصفة لشكل معين. واذا كانت الاشكال دي او الاجسام دي موضوعة في وضع افقي او رأسي او مايل بزاوية، ازاي بقدر استغلها واقدر احل بعض المسائل او الحاجات اللي ممكن تقف معايا في الحياة العملية. نبدأ مع بعض ونشوف هيدروليكا المواقع هتقول لنا ايه النهارده. هتقول لي والله انت لو نزلت حمام سباحه، او انت بتعوم في بحر، او العالم الغطاسين اللي بينزلوا في عمق معين للميه، بيحسوا ببعض الاضطرابات اللي بتحصل لهم داخل الميه. ايه الاضطرابات دي؟ عباره عن ضغط الميه عليه. طب ما هو ضغط الميه عليه ده هو وزن الميه عليه، يبقى اما وزن الميه عليه او ضغط الميه عليه ده اللي بيمثل لي اضطراب له. طب هل هو يقدر يتحمل اعماق لحد قد ايه؟ طبعا طاقة البشر مش هتتحمل ضغط المية لمسافة معينة او ارتفاع معين او عمق معين، لا، هيوصل لحدود مش هيقدر يتخطاها. بعد كده مش هيقدر يتحمل ضغط المية، ممكن المية تضغطه ويصبح زي حتة ورقة كأنه اتضغط في بعض. يبقى انا بقضي على نفسي لو نزلت العمق اكبر من قدرة تحمل جسمي لضغط المية اللي موجودة عليا. طيب نشوف الكلام ده، نشوف الكلام ده. الضغط الكلي ليه اللي موجود على سطح، لو انا قلت سطح كده موجود في المية او اسفل، في اسفل المية في ضغط كلي بيأثر عليه اللي هو عبارة عن ضغط المية. ده بنعمل ايه؟ نحن نعلم انه عندما نقوم بالغطس في حمام سباحة نشعر ببعض الاضطراب، وكلما كان الغطس أعمق وأعمق فإننا نشعر بزيادة الاضطراب. هذا الاضطراب في الحقيقة ناتج من إيه؟ من الوزن الكلي للمية اللي بتأثر عليا فوق مني. بالتالي ممكن أترجمها بمعنى تاني اللي هي عبارة عن الضغط الكلي للمية اللي موجودة فوق مني اللي بتأثر عليا. طيب نشوف كده الضغط الكلي ده، أهو ممكن مبذول بواسطة سائل على سطح مغمور، في سطح مغمور في المية أو في باطن المية. طيب في الحقيقة السطح ده ممكن يبقى في وضع أفقي، ممكن يبقى في وضع رأسي، ممكن يبقى مايل بزاوية. يبقى أنواع الأجسام أو الأسطح اللي هتبقى موجودة أو مغمورة في المياه بتاعتي لها 3 أوضاع لازم أكون عارفهم، إما وضع أفقي، إما وضع رأسي، اما وضع مايل بزاويه. طب يفيدني في ايه ان انا لازم اعرف الاوضاع دي؟ يفيدك جدا، لان انت بتحدد مركز ثقه للجسم بتاعك على الابعاد بتاعتك. فهيفرق معايا ان انا اعمله يبقى الطول هو اللي راسي، ولا افق الطول هو اللي افقي، ولا مايل بزاويه، وابدا احسب الطول بتاعي والعرض بتاعي يطلع كام عشان اقدر احسب مركز الثقه بتاعي. يبقى هنا لازم أركز في المسألة، هل الجسم موضوع أفقي؟ هل الجسم موضوع رأسي؟ وأشوف أبعاد الجسم كام عشان أقدر أحدد مركز ثقة للجسم هيبقى فين بالظبط، عشان أقدر أحسب عمق المية اللي أنا هقدر أتحملها في باطن المية بتاعتي. نشوف كده الكلام ده. الضغط الكلي أهو لو أنا جيت على سطح مستوي أفقي، أدي سطح مستوي أفقي أهو، غمرته جوه مية، الجسم ده كده مغمور جوه الميه، الحته دي كده اهي، ده عباره عن الجسم بتاعي. زي ما انت شايف كده ده عباره عن متوازي مستطيلات. يعني السطح بتاعه او القاعده بتاعتي عباره عن مستطيل. القاعده بتاعتي السطح بتاعي عباره عن مستطيل. يبقى مركز ثقه للمستطيل ده فين؟ نقطة تلاقي القطبين بتوع المستطيل اللي هو في المركز بتاعي، في نص المسافه، سواء هنا او هنا. يبقى في نص الارتفاع بتاعي، يبقى انا اما هحسب في الوضع الافقي كده، يبقى نص المسافه بتاعتي كده اللي هو نص الاكس بتاعتي دي كده. طيب نشوف بحسب الضغط ازاي. الضغط بتاعي عباره عن ايه؟ ده الوزن النوعي
بقول الوزن النوعي ليه؟ لأن الوزن النوعي للسائل، الجسم ده موضوع في سائل، يبقى لازم أحسب وزنه بالنسبة للسائل، يبقى بقول الوزن النوعي للسائل بتاعي اللي بيأثر لي على الجسم. طيب مساحة السطح المعرض للضغط، وبتكون يا إما بالسنتيمتر المربع أو بالمتر المربع، زي الوزن النوعي ما هو بيكون بالكيلو جرام على المتر المكعب أو بالنيوتن على المتر المكعب. طبعا لو بالسنت هستخدم الكيلو جرام، لو النيوتن هستخدم معاه الايه؟ المساحه بالمتر المربع عشان ابقى بعمل توحيد وحدات. طيب الاكس داش اللي هو البي بتساوي الدبليو في الايه؟ الاكس داش. الاكس داش دي عباره عن ايه؟ مركز ثقه للسطح عن سطح السائل. يعني ادي السطح بتاعي مثلا بتاع ارتفاع السائل بتاعي. ده السطح اللي بيمثل لي ارتفاع السائل. طب والجسم بتاعي مغمور تحت اهو. مركز فين في نص المسافه دي؟ يبقى نص المسافة دي زائد الارتفاع ده يديني مركز الثقل بتاع السائل أو الارتفاع اللي هيأثر لي على الجسم. الكلام ده هيوضح وقت إيه؟ هيوضح أما نحل مسائل دلوقتي على الكلام ده. طيب مثال، بيقول لي خزان على شكل متوازي مستطيلات. قلنا شكل متوازي مستطيلات يبقى القاعدة بتاعتي عبارة عن مستطيل. طيب طوله 5 متر وعرضه 2 متر، مدين الطول 5 متر والعرض 2 متر، يحتوي على ماء لعمق قدره 2.5 متر، احسب الضغط على قاعدة الخزان. هو هنا الخزان دوت فيه مية، وأبعاد الخزان ده 5 متر وعرضه 2 متر، وعمق المية او ارتفاع المية في الخزان عبارة عن 2.5 متر، احسب الضغط الواقع على قاعدة الخزان. كل اللي انا هقول له البي بتساوي الدبليو في ها الايه في الاكس داش، وابدا اعوض بالبيانات بتاعتي. تعال نشوف هنعوض ازاي. الاكس داش 2.5 متر اهي موجودة عندي، انا مش هعمل فيها حاجة لان هو قال لي الارتفاع بتاع 2.5 متر، مش هشتغل، مش هشغل دماغي فيها. ايه المساحة؟ عبارة عن الطول في العرض، يبقى 10 متر مربع. طيب الوزن اللي هو بيساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، ده وزن المية اللي انا عارفه او الوزن النفسي للمية، اما اضربه في 9.8 يديني 9810، عشان احوله من كيلو جرام للمتر المكعب، للنيوتن للمتر المكعب ضربته في 9.81 اللي هي الجاذبية الارضية بتاعتي، بحولته من كتلة لنيوتن، من كتلة لوزن، يبقى أصبح 9810 نيوتن على المتر المربع. طيب البي بتساوي الدبليو في الايه؟ في الاكس داش. أنا عندي الدبليو جبتها، وعندي الايه حسبتها، وعندي الاكس داش هو مداني في المسألة. بعوض البي بتساوي 9810 اللي هو عبارة عن الوزن، في الايه اللي هي العشرة، في الاكس داش 2.5، ويطلع لي الكلام ده 245250 نيوتن او 245.25 كيلو نيوتن، لاني قسمت على 1000. صعبة المسألة؟ مسألة ما فيهاش اي فكرة خالص ولا فيها اي شغلان بالنسبة لي. وقتها احسب المركز الثقل. لو قال لي الجسم مغمور في المية، لكن هنا بقول لي خزان فيه ميه، فكل اللي انا بشتغل فيه هو ارتفاع الميه في الخزان قد ايه، اللي هو مديهولي 2.5، مديهولي جاهز انا مش حسبته، وبركز بس ان وزن الميه لو هو مديهولي بالكتله، اللي انا عارف ان الكتله دايما بالنسبه للميه 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، او الوزن النوعي ليها كده، بالنسبه لو الكتله بالكيلو جرام يبقى ده الوزن النوعي بتاعها. طب انا عايز احوله بالنيوتن، لازم اضربه في 9.8 عشان يبقى نيوتن المتر المكعب، وعوضت في القانون بتاع تعويض مباشر، جبت المسألة. طيب لو الجسم بتاعي رأسي، موضوع رأسي، ومش واخد شكل متوازي مستطيلات، ومش واخد شكل مربع، وعامل شكل بيضاوي، اعمل ايه فيه؟ مديني اي شكل ماهوش من الاشكال السهلة بالنسبة لي ان انا اجيب مركز الثقل بتاعها بسهولة، اعمل ايه؟ لازم اقسمه لشرائح، أجزاء على هيئة متوازي مستطيلات أو على هيئة مستطيلات أو مربعات، زي ما هنشوف على الرسمة كده أهي. الضغط الكلي على سطح تم غمره في وضع رأسي في سائل،
ادي السائل بتاعه او الخزان بتاع اللي فيه السائل، وادي جسم انا حطيته جوه السائل نزل تحت السائل بمسافة. طيب مركز ثقل الجسم ده لو انا هعتبره انه ده مستطيل مثلا، يبقى مركز ثقله المفروض في النص. طيب انا قسمت الجسم ده شرايح، سمك الشريحة مقداره قد ايه؟ مقدارها سيجما في اكس. طب والعرض عبارة عن بي، يبقى هو هيديني في المسألة سيجما اكس او البي، هيبقى مديها لي عشان اقدر احددها، لان انا مش هفترض حاجة مش موجود، ده انا بفترض على بناء على هو هيدولي في المسألة. طيب نفرض انا سطحا مستويا تم غمره رأسيا في سائل كما هو مبين بالشكل، هنعمل ايه في الشكل؟ نقسم السطح المغمور كله الى عدد من الشرايح المتوازية، كل شريحة سمكها اس في الاكس، كل الشرايح دي نفس التخانة، دي نفس دي نفس دي نفس دي زي ما انت شايفين، عبارة عن مستطيلات انا قدرت اقسمها. طيب اذا فرضنا ان سمك الشريحة سيجما اكس، سمك الشريحة بيساوي سيجما اكس وعرضها بيساوي بي، عند عمق قد ايه؟ عمق اكس، الشريحة اللي انا بشتغل عليها اهي، عمق اكس من سطح الايه؟ المية، يكون الضغط بيساوي ايه؟ بيساوي برضو الوزن النوعي في المساحة بتاعة الشريحة في الاكس داش اللي هو ارتفاع المية اللي انا جبته دلوقتي، او الاكس داش دي فروض انا فرضها عشان اسهل على نفسي الجسم بتاعي لو موضوع رأسي ومش واخد شكل معين من اللي انا عارفه اقدر احسب مركز ثقله مباشرة، لازم اقسمه لشرايح، سمك الشريحة بفرضه انه سيجما اكس او بمقاس معين، والعرض بمقاس معين موجود فيه، ولازم اقدر احسب المسافة بين السمك الشريحة لحد سطح المية قد ايه اللي هي مقدار الاكس داش. نشوف مسألة، باب دائري، عندي باب دائري قطره 1 متر، طالما قال لي باب دائري وقطره 1 متر يبقى انا بشتغل على دايرة، يبقى انا هحسب مساحة الدايرة عشان تبقى صح كده، يبقى الايه بتاعتي انا بحسب مساحة دايرة، ما عنديش شكل مستطيل ولا شكل مربع عشان اضرب الطول في العرض، لا ده انا مديني باب دائري، يبقى انا بستخدم كلمة باب دائري ان انا بشتغل على دايرة وابدأ احسب المساحة بتاعت الدايرة. طيب يبقى باب دائري قطره 1 متر يغلق فتحة في فاصل رأس يحتجز ماء بحر، وكان مركز الفتحة عند عمق 2 متر من سطح الماء، عين الضغط الكلي على الباب، اعتبر الجاذبية النوعية للماء البحر تساوي 1.3. هو هنا قال لي الباب غير لي الشكل بتاع اللي انا متعود عليه وقال لي باب دائري، يبقى انا هشتغل على مساحه دايره، مديني عمق الباب في الميه مقدار قد ايه؟ 2 متر، مديني الجاذبيه النوعيه للماء البحر 1.3. طيب اعمل ايه؟ تعالى كده افكر معايا كده، الدي او قطر الباب اللي هو قطر الفتحه الدائريه بتاعتي 1 متر، الاكس داش المسافه العمق بتاع الباب تحت الميه مقداره 2 متر، الدي اللي هي الجاذبية النوعية للمية تساوي 1.3. هي الجاذبية النوعية للمية دي هتساوي ايه؟ هتساوي الوزن النوعي للباب او للجسم اللي عندي على الوزن النوعي للمية، يبقى انا بجيب الوزن النوعي للجسم مقسوم على الوزن النوعي للمية يديني الجاذبية النوعية بتاعتي. طب هو اداها لي ليه؟ اداها لي عشان اقدر احسب الوزن بتاع الوزن النوعي بتاع الجسم نفسه، لان انا عايزها الدبليو بتاعتي هتطلع بكام؟ يبقى الدي 1 متر، الاكس داش 2 متر، الدي اللي هي الجاذبيه النوعيه بتاعتي 1.3، فببدا احسب المساحه زي ما انت شايف كده عباره عن الباي في الدي تربيع على 4. في واحد بيقول لي يا مستر ده المساحه لما بتكون دايره بتساوي الباي نق تربيع على 2، قلت له اه ما هو دي مديني القطر، فبقول القطر عبارة عن ايه؟ دي تربيع والاتنين اللي تحت اللي تربعت معايا بقت 4، يبقى الباي في الواحد تربيع على 4 هتطلع ب 7854 من 10,000 متر مربع، دي طلعت المساحة
بتاعت القطر الدائري او الباب الدائري اللي عندي. طب انا جبت المساحه، مطلوب مني اجيب الوزن النوعي للباب او الوزن النوعي للجسم اللي عندي اللي انا بفترضه ان هو الباب. طيب الوزن النوعي عباره عن ايه؟ انا بديني الجاذبيه النوعيه بتاعتي للباب بتساوي الدبليو اللي هو الوزن النوعي للباب على الوزن النوعي للميه. يبقى الوزن النوعي للباب بيساوي ايه؟ بيساوي الدي في الوزن النوعي للميه. هو الوزن النوعي للميه بيساوي كام؟ ما هو بيساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب اهو. اما اضربه في الدي اللي هو مديها لي الجاذبيه النوعيه 1.3%، هتطلع لي بتساوي 1030 كيلو جرام على المتر المكعب. يبقى انا قدرت اجيب الايه وقدرت اجيب الدبليو، وعندي الاكس داش اعمل ايه؟ اعوض في القانون بتاعي اللي هو الدبليو جبناها حسبناها، حولناها بس من نيوتن لمتر مكعب الى كيلو نيوتن، بقسم على 1000 يبقى 10 واحد من 10 كيلو نيوتن على المتر المكعب. طبعا الايه بعدها لك تاني عشان اكد لك عليها تاني، ان الايه بتتحسب لما يكون مديني القطر كامل، يبقى الدي تربيع على 4 مش نقط تربيع على 2، لا الدي تربيع على 4، وحسبناها وطلعت نفس القيمه هي هي. بعوض في القانون بتاعي بقى الاساسي بتاعي اللي هو الضغط بيساوي الدبليو اللي هو الوزن النوعي للباب بتاعي او للجسم اللي موجود عندي، في الايه مساحه السطح الدائري او مساحه الباب عشان عباره عن قطر دائري، في الاكس داش اللي هو عمقه داخل الميه. يبقى البي بتساوي 10 واحد من 10 اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي الدبليو، في المساحه 7854 من 10000، في عمق الميه او عمق الباب ده، الباب ده مغمور في الميه على عمق 2 متر من سطح الميه من فوق، يبقى في 2 هيطلع الكلام ده بيساوي 15 و865 من 1000 كيلو نيوتن. طبعا مساله سهله وكلنا مستغربين ان المساله سهله، لا المساله سهله جدا، واي مساله هتجيلك عباره عن ان انت بتفكر بس المعطيات بتاعتك دي عبارة عن ايه، وتكتب رموزك وتكتب قوانينك هتحل اي مسألة تيجي. نشوف مثال تاني. اوجد الضغط الكلي على لوحة مستوية مستطيلة الشكل. اوجد الضغط الكلي على لوحة مستطيلة الشكل. هو قال لي مستطيلة الشكل يبقى هيديني عرض وطول، وممكن يديني ارتفاع اللي هو عبارة عن العمق، او يقول لي عمق الميه كام. طيب اوجد الضغط الكلي على لوحه مستطيله الشكل عرضها 2 متر، مدين العرض بس 2 متر، ارتفاعها 4 متر، غمرت في وضع راسي في الماء بحيث كان عرضها موازيا لسطح الماء ويبعد عنه بمقدار 2.5 متر عمقا. يعني العرض بتاعي ده هو الموازي لسطح الميه، يبقى الارتفاع بتاعي هو عبارة عن الايه؟ عبارة عن الطول اللي هو بيقول لي ارتفاعها 4 متر، يبقى ده العرض 2 متر والطول بتاعه 4 متر، يبقى اقدر احسب المساحة. طيب يبعد كام عن عمق المية او عن عمق سطح، يعني في عمق المية يبعد عن سطح المية بمقدار كام؟ 2.5 متر. هو عايز ايه؟ عايز الضغط. نشوف المسألة بتاعتي كده، ادي المسألة بتاعتي، وقول لي هنا ادي الموازي بتاعه اهو زي ما قلنا العرض بتاعي 2 متر موازي لسطح الميه اهو، هنا او هنا ده العرض بتاعي، يبقى الارتفاع بتاعه عاد كام؟ 4 متر. طب السطح بتاع الموازي ده اهو، السطح الموازي اللي هو عرض المستطيل الموازي لسطح الميه يبعد عن سطح الميه بمقدار 2.5 متر. مركز ثقل المستطيل فين يا شباب؟ في منتصف ها المستطيل. برافو عليك. طب منتصف المستطيل هيبعد قد ايه عن سطح الميه؟ نحسبها ازاي؟ قال لك ما هو الارتفاع يا مستر 4، يبقى المنتصف بتاعها كام؟ 2، 2 و2.5 اللي هو العمق بتاعي اصبح كام؟ 4.5 متر. يبقى من هنا انا بكتب الاكس داش كلها اللي هي عباره عن 4.5 متر عمق المستطيل عن سطح الميه، وبعدين مركز ثقل المستطيل يبعد قد ايه من المستطيل نفسه، واجمعهم الاثنين على بعض يديني الاكس داش كامله. طيب نكمل حل المساله كده، فهمنا الرسمه.
ورسمت العرض هنا ليه؟ لان هو اللي موازي لسطح الميه، وقال لي عرض المستطيل موازي لسطح الميه، عشان كده عملت العرض افقي. لكن لو قال لي الطول او الارتفاع المستطيل موازي لسطح الميه، يبقى الاربعه هتبقى هي الايه؟ الافقيه، ويبقى مركز الثقل في نص الاثنين. الاثنين هتبقى هي الارتفاع كده، ومركز الثقل يبقى نص الاثنين واحد، واثنين ونص يبقى ثلاثه ونص. ده لو قال لي ان الارتفاع هو اللي بيوازي سطح الميه. لكن هو في المساله بيقول لي عرض المستطيل هو اللي بيوازي سطح السائل اللي عندي او الماء اللي عندي. فاشتغلت على الرسمه بتاعتي اهي، وعشان كده رسمتها. وبقول لك ركز ليه؟ هيبقى الوضع افقي ولا راس ليه؟ من كده هتفرق معايا في مركز الثقل بتاع الشكل هيبقى فين؟ يبعد كام عن سطح الميه من فوق؟ الايه بتساوي؟ انا عارف ان هو مديني العرض باتنين والارتفاع باربعه، يبقى بتساوي 8 متر مربع. انا قدرت احسب المساحه. مديني دي الجاذبيه النوعيه بتساوي واحد. طب الوتر، الوزن النوعي للميه، انا عارف ان الوزن النوعي للميه بيساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. طيب ما هي الدي بتساوي الدبليو على الدبليو ووتر، يبقى الدبليو بتساوي الوزن النوعي للجسم اللي عندي ده اهو، هيساوي الجاذبيه النوعيه للميه في وزن الميه، او الوزن النوعي للميه هيديني واحد في 1000، بتساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. انا قدرت احسب الايه، ركز كده معايا، وقدرت احسب الدبليو والاكس داش. انا حسبتها من الرسمه، انا جبت مركز الثقل المستطيله في نص الاربعه، يعني يبعد 2 متر هنا، دول 2 متر، والمسافه من سطح المستطيل الافقي اللي هو موازي لسطح الميه المغمور في قاع الميه على بعد 2.5 متر من سطح الميه، يبقى 2.5 زائد 2 4.5، اهي الاكس داش 4.5. يبقى بعوض في القانون بتاعي، بقول له والله بما ان البي بتساوي الدبليو في الاي في الاكس داش، انا جبت الدبليو دلوقتي ب 100 في الاي ب 8 في الاكس داش ب 4.5، وتطلع لي ب 3600 كيلو جرام. قال لك يا مستر ده هو عايزها بالكيلو نيوتن. قال لك طب ما انا قلت لك عشان تحول من كيلو جرام لنيوتن هتعمل ايه؟ هتضرب في 9.8، عشان احول من نيوتن لكيلو نيوتن هعمل ايه؟ هقسم على 1000، يبقى بضرب في 9.8 واقسم على 1000، يديني الناتج 353.16 كيلو نيوتن. ده مقدار الضغط اللي انا ايه؟ عايزه. وكده المساله بتاعتي خلصت، بس انا ركزت في حاجه واحده بس، اللي هو قال لي السطح الهون الموازي لمستوى سطح الميه هل العرض ولا الطول؟ عشان كده قدرت ارسم المستطيل بالشكل ده اللي انت شايفه ده. لكن لو قال لي الارتفاع هو اللي موازي لسطح الميه، يبقى المستطيل ده هيبقى افقي، الطول دوت هيبقى 4 متر، والارتفاع ده هيبقى 2 متر. يبقى مركز الثقل هتختلف في قيمه الاكس داش على طول، اللي هي هتبقى 3.5 مش 4.5. يبقى كلمه صغيره في المساله ممكن تخبطني وتضيع مني المسألة، فبنقول ركز واقرا المسألة مرة واثنين وثلاثة وافهم هو قايل ايه بالظبط، وابدأ ارسم وحل المسألة. طيب تعالوا نشوف لو الجسم ده مايل بزاوية، ماهوش أفقي عدل ولا رأسي عدل، لا ده مايل بزاوية اهو، هحسبها ازاي؟ الضغط الكلي على سطح مائل مغمور في سائل. نفرض أن سطحا مائلا مستويا تم غمره في سائل، زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا كده. المساحه المغموره هقسمها ل شرايح، سمك الشريحه سيجما اكس، وعرض الشريحه بي زي ما احنا عملنا قبل كده في السطح الرأسي. تمام؟ ويبقى برضو الضغط بتاعي بيساوي الدبليو الوزن النوعي بتاعي في المساحه في الاكس داش حسب ما هيقول لي الشكل. تعالوا نطبق بمساله بسرعه كده معانا ونشوف ايه الفكره بتاعتي. السطح بتاعي مايل اهو، وادي الميه بتاعتي ارتفاعها 10 سنتيمتر، وارتفاع سطح البير بتاعي عن الميه من في قاع البير، من ارتفاع البير نفسه، عمق البير نفسه 40 سنتيمتر، ارتفاع الميه بس جوه البير 10 سنتيمتر، وهنا مايل بزاويه 60 درجه. ممر افقي قطاعه 40 سنتي في 40 سنتي. القطاع بتاع الممر اللي انا شغال عليه، الممر بتاعي ده اللي انا شغال عليه عباره عن 40 سنتي في 40 سنتي.
هنا مخرجه يغلقه لوح، المخرج بتاعه ده اهو، المخرج ده اللوح ده قافله عشان الميه ما تطلعش منه، مايل بزاويه كام على الافقي؟ زاويه 60 درجه، يبقى المخرج بتاعه مخرجه المخرج بتاعه ده مقفول بلوح مايل بزاويه 60 سنتي. مفصلي يعني شغال نظام مفصله، ممكن ارفعه يعدي الميه وارجع انزله تاني يقفل الميه عن طريق مفصله. هنا فاذا كان عمق الماء الذي ينساب في الممر 10 سم، عمق الميه بس من الممر ال 40 ده 10 بس، خلي بالك بتاع الميه 40 لكن العمق كله بتاع الممر كام؟ 40. عين الدفع على البوابه، عايز القوه اللي بتدفع البوابه دي تحاول تفتح البوابه، يعني الميه هنا عامله ضغط على الايه؟ على اللوح دوت عشان تفتحه اللي هو مايل بزاويه 60، ولكنها مش بتقدر تفتحه، انا اللي بتحكم فيه، انا عاوز افتح حرك المفصله بتاعتي الاعلى يبدا يفتح لي الممر ويعدي لي الميه. طب قفلت خلاص، ضغط الميه مهما يوصل مش هيفتح لي الايه؟ المخرج دوت، او مش هيفتح لي الحاجز بتاعي اللي هو مايل بزاويه 60 ده. تعالوا نشوف المساله نفكر فيها ازاي. انا جيت هنا قلت زاويه 60 دي، يبقى دي الزاويه 60، الارتفاع بتاعي ده اهو، خلي بالك كده ركز كده، اللي هو العشر، الارتفاع ده اللي هو العشر، انا شغال على الجزء الصغير اللي تحت ده، المثلث الصغير ده كده، لو قفلته كده عملت مثلث صغير اهو. الزاويه دي 60، الارتفاع ده 10 اللي هو ارتفاع الميه في الممر. طيب القطر بتاع اللي هو البي ده، هو الجسم المايل ده، هيبقى مقاسه كام؟ هجيبها منين؟ بقول له والله ساين 60، لو الزاويه 60 ساين 60 يساوي مقابل على وتر، ومن هنا اقدر اجيب الايه؟ الوتر بتاعي. طب هنا ال الطول بتاع الممر كله 40 سم، ساين 60 بتاعتي كام؟ خلي بالك انا بحسب ليه؟ بحسب ليه الطول ده؟ لان الطول ده يعتبر هو اللي انا هشتغل عليه، ما هو بيقول لي 40 في 40، لكن الميه ماشيه قد ايه؟ في عمق قد ايه؟ او ارتفاعها قد ايه من ال 40؟ 10. يبقى انا لازم احسب ده الارتفاع، احسب العرض كام؟ العرض اللي هو ده. يبقى هنا ال اللي بيساوي 40 سم اللي هو مدهلي في المساله، ماشي. ساين 60 انا قلت من المثلث اللي انا رسمته اللي هو الجزء ده، لو خدته كده ورسمته دي الزاويه دي 60، والمقابل اللي هو ارتفاع الميه اهو 10، عايز احسب البي دي، يبقى ساين 60 بتساوي 10 على البي مقابل على الوتر بتاعي، مقابل على الوتر بتاعي، يبقى البي بس بتساوي ايه؟ بتساوي 10 على ساين 60 اللي هي هتطلع ساين 60، طبعا لما اجي اعوض عنها بجذر 3 على 2، يبقى ما طلع 2 كده تبقى 20 على جذر 3 مقسمهم، هيطلع لي البي بتساوي 11 ونص سم. 11 ونص سم. شوف بقى المساحه انا جبتها ازاي؟ مساحه بتساوي ايه؟ ال ال ل 40 ل 40 في العرض بتاعي اهو. يبقى ال ال ل 40 في العرض اللي انا لسه حاسبه 11 ونص، يبقى 460 متر مربع. 460 متر مربع، دي سنتيمتر مربع، اسف، سنتيمتر مربع. يبقى هنا 40 في 11 ونص طلعت ب 460 سنتيمتر مربع. طيب الاكس داش تساوي كام؟ 5. تساوي 5 ليه؟ ما هي الميه اهي، ما فيش حاجه فوق منها. يبقى الاكس داش عباره عن ايه؟ مركز ثقه للميه اللي هي 40 في 10 اللي هو الارتفاع بتاع 10 والعرض بتاعي 40، اصبح بيساوي كام؟ نص الارتفاع اللي هو ال10 اللي هو ال5 سم. طيب والوزن النوعي للميه اللي هو بيساوي 1 جرام على السنتيمتر المكعب، لان انا شغال بسنتيمتر، 1 جرام على سنتيمتر، مش هاخد 1 كيلو جرام. يبقى هنا البي بتساوي الدبليو في الاي في الاكس داش، الدبليو انا حسبتها 1، ال 460 اللي هي عباره عن المساحه في الخمسه اللي هي الاكس داش هتديني 2300 جرام، يبقى طلع الضغط بتاعي ب 2300 جرام. طب ينفع الضغط بالجرام؟ لا، يبقى لازم احوله للكيلو،
جرام. طب وما احوله للكيلو جرام، اضربه في عجله الجاذبيه الارضيه واقسمه على 1000 عشان احوله للكيلو نيوتن لو انا عايز. اه يبقى دي بتاعي او الضغط بتاعي من جرام قسمت على 1000 طلع 2.3 كيلو جرام. خدت ال 2.3 كيلو جرام ضربتهم في 9.8 عشان تطلع لي بالنيوتن، قسمت على 1000 عشان احول من نيوتن لكيلو نيوتن. خلي بالك انا ضربت في 9.8 حولتها للنيوتن، قسمت على 1000 هتطلع لي بالكيلو نيوتن، هي كام؟ 226.1 كيلو نيوتن. ودي مقدار الضغط لو عندي جسم مايل بزاويه اقدر احسبه. هو كل اللخبطه في المسافه، انت مش هتشتغل على ان المجرى بتاعك 40 في 40، لا انا بشتغل على ارتفاع الميه اللي عندي 10 سنتي يبقى ده الارتفاع. طب العرض بتاعي جبته منين؟ من المثلث بتاعي عشان اقدر اجيب العرض بتاعي. يبقى هنا الطول بتاعي كله 40، لكن العرض كام؟ لازم احسبه من استغل الارتفاع ده اللي هو مديني دوت واحسب منه الايه؟ العرض بتاعي عن طريق زاويه ال 60 درجه. في نفس الوقت انا حسبت الاكس داش فين؟ في منتصف سطح الميه. مركز ثقل للميه بيأثر في منتصفها في نص الارتفاع بتاع ال 10 سنتي. ما خدش الارتفاع الكلي لانه مش قال لي حاجه، ما قاليش في فوق الميه حاجه. ولا في حاجه مغموره في الميه عشان احسب مركز ثقلها هي، لا ده الميه هي اللي انا بشتغل عليه اللي هو الارتفاع ال 10 سم، الميه اللي بتجري في المجرى بتاعت اللي هي عمقها 40 في 40. تعالوا نشوف بقى السائل بتاعي ده لو بيتدفق في انبوبه او بيتدفق في مسار او بيتدفق في مجرى نهري او بيتدفق في مجرى بحري، ايا كان حركه السوائل هنشوف ايه حركه السائل، بس بدون ما اقول ان في قوه بتسبب الحركه دي. انا هفترض ان السائل بيتحرك تلقائيا من نفسه، مفيش قوه بتاثر عليه. التدفق في الموائع هو كميه السائل التي تتدفق في الثانيه من خلال قطاع معين لماسوره او قناه، ويرمز له بالرمز كيو. يبقى الكيو دي عباره عن ايه؟ بتساوي مساحه الماسوره اللي ماشي فيها السائل في سرعه السائل. ده يديني مقدار او كميه السائل المتدفقه من مقطع لو هو مثلا دائري، او من مقطع لو هو مستطيل، من مقطع لو هو مربع، حسب المجرى اللي هيديهولي ماشي فيه السائل او المائع بتاعي. كمية التدفق او كمية السائل المتدفقة بتساوي ايه؟ مساحة المقطع اللي هيمشي فيه السائل في سرعة السائل. اهو يبقى هنا الكيو بتساوي الايه في الفي. طب الكيو هي عبارة عن كمية التدفق او التصريف، بتتقاس بالايه؟ بالمتر المكعب على الثانية. طيب مساحة مقطع الماسورة اللي هو الايه؟ بيساوي المتر المربع. طيب الفي عباره عن متر على ثانيه، سرعه السائل في الماسوره متر على ثانيه. من هنا جت الام تكعيب، الام تربيع في الام في الام بام تكعيب اللي هو المتر المكعب على الثانيه. طب هنا اذا تدفق سائل عديم الانضغاط تدفقا مستمرا خلال ماسوره او قناه لها قطاع ربما يكون او لا يكون ثابتا في المساحه، فإن كمية السائل المرة في الثانية الواحدة تكون ثابتة في جميع القطاعات، ويسمى ما سبق ذكره بمعادلة الاستمرارية لتدفق سائل، وهو أول وأهم معادلات التدفق. يعني إيه؟ يعني عندي مجرى وليكن ماسورة دائرية مشي فيها السائل من فتحة الدخول بتاعتي، الماسورة دي بعد فترة كده من أو بعد مسافة معينة اتفرعت لماسورتين، يبقى معدل التدفق اللي داخل الماسورة من طرف الماسورة له لازم يساوي معدل التدخل اللي طالع من الماسورة المتفرعة منها أو من التفريعات منها. معدل التدفق اللي هيدخل من هنا هيساوي معدل التدفق اللي هيخرج من الإيه؟ من التفريعات التانية. عشان كده بفترض دايما إن الكيو واحد اللي هي الدخلة بتساوي الكيو اتنين بتساوي الكيو تلاتة عشان أقدر أحل مسألتي. ودي المعادلة اللي بقول عليها معادلة الاستمرارية للتدفق، ودي اهم معادله عندي اللي هي الكيو بتساوي الايه في الفي. الكيو واحد هتساوي الايه واحد في واحد، الكيو اتنين هتساوي الايه اتنين في اتنين، الكيو تلاته هتساوي
ايه 3 في 3، ولكن كيو 1 بتساوي كيو 2 بتساوي كيو 3، يبقى اقدر اجيب ال المجهوله او الفي المجهوله 3 مثلا. نشوف الكلام ده على رسمه بسيطه كده. ادي الماسوره بتاعتي، الماسوره زي ما انت شايف هنا القطر اكبر وبدا القطر يقل. طبعا معدل تدفق السائل اللي داخل من هنا من عند قبل الفتحه المقطع رقم 1 ده، وخرج معدل التدفق بعد المقطع رقم 3. كميه السائل المتدفقه من المقطع رقم 1 لازم تساوي كميه السائل المتدفقه من المقطع رقم 2، لازم تساوي كميه السائل المتدفقه من المقطع رقم 3. طيب اقرب مثال لنا في البيت كلنا كلنا ولامسينه ايه هو؟ السخان الكهرباء اللي عندي. هو سخان الكهرباء فيه سائل؟ اه فيه سائل. السخان ده عباره عن خزان فيه ميه. انت مخزن فيه ميه، عشان ينزل لك ميه سخنه منه لازم يدخل له ميه بارده من تحت الماسوره اللي بتغذيه، تدخل له ميه عشان ينزل ميه. لو انت قفلت المحبس اللي داخل على السخان وفتحت الميه السخنه مش هينزل ميه، مع ان السخان ملان ميه. ليه؟ لان انا منعت الميه اللي بتتدفق من فتحه الدخول، فالميه اللي خارجه من فتحه الخروج بتساوي صفر. طالما ده صفر يبقى ده صفر. لكن لو دخل 1 متر مكعب هيطلع 1 متر مكعب، لو دخل نص متر مكعب هيطلع نص متر مكعب. يبقى الممر المائي ده ابسط حاجه عندي. يبقى هنا لو قلت ان الكيو 1 دي بتساوي الاي 1، مساحه المقطع اي 1 في الفي 1، سرعه السائل عند في 1 عند الاي 1 او عند المقطع اي 1. طب الكيو 2 بتساوي الاي 2 في الفي 2 عند المقطع 2. الكيو 3 بتساوي ايه 3 في الفي 3 عند المقطع رقم 3. استنتج من هنا ايه؟ ان كيو 1 بتساوي كيو 2 بتساوي كيو 3. بالتالي لو عندي مساحه مجهوله من الثلاث مساحات ممكن اجيبها. لو عندي في مجهوله من الثلاث سرعات دول ممكن اجيبها. ممكن اجيب نص القطر، ممكن اجيب القطر. يبقى حسب ما هو يطلب في المساله اقدر اشتغل بالقانون بتاع استمراريه الايه؟ التدفق بتاعي. تعالوا نشوف مساله وازاي بنحلها تطبيق مباشر على اللي احنا لسه قايلينه. هنا يتدفق الماء خلال ماسوره قطرها 10 سنتيمتر بسرعه متوسطه. هو دايما يا اولاد لما اجي ابص السائل بتحرك المجرى هلاقي ان السائل في نص المجرى حركته سريعه، لكن في جوانب المجرى حركته ايه؟ بطيئه. ليه؟ نتيجه الاحتكاك بينه وبين جدران المجرى اللي هو ماشي فيه، او بين جدران الاسطوانه اللي هو ماشي فيها. يبقى هنا انا دايما بشتغل على السرعه المتوسطه، بشتغل على السرعه المتوسطه، ما باخدش السرعه العاليه ولا باخد السرعه البطيئه اللي هي نتيجه الاحتكاك بينه وبين الجدران. لا، باخد السرعه المتوسطه للسائل. يا اما هو يقولها لي في المساله كام، يا اما انا احسبها عشان ابدا استغلها في المساله. هنا يتدفق الماء خلال ماسوره قطرها 10 سنتيمتر بسرعه متوسطه عند البدايه. قدرها، شوف مديني السرعه المتوسطه 10 سنتيمتر على الثانيه. فما هو معدل التصرف للماء؟ الميه داخله 10 سنتيمتر وماشيه بسرعه 10 سنتيمتر على الثانيه، عايز معدل التصرف يعني معدل التدفق الماء اللي هيطلع من الماسوره من ثاني يم. ايضا احسب السرعة المتوسطة عند النهاية الأخرى للماسورة. إذا كان قطر الماسورة يتزايد بانتظام حتى 20 سنتيمتر، يعني قطر الماسورة يزيد من 10 ل 20، وعايز السرعة عند القطر 20، هو مديني السرعة المتوسطة عند القطر 10 10 سنتيمتر على الثانية. عايز السرعة كام عند القطر 20، وفي نفس الوقت عايز معدل التصريف اللي هو الكيو بتساوي كام عند نهاية المصور. تعالوا نشوف. دي 1 بيساوي 10 سنتيمتر. قطر الأول للمصورة أو قطر بداية المصورة بيساوي 10 سنتيمتر. في 1 السرعة عند القطر في دي 1 بتساوي 10 سنتيمتر على الثانية. دي 2 20 سنتيمتر. عايز الفي 2 كام؟ بالسنتيمتر على الثانية. وعايز الكيو 2 كام؟ بالسنتيمتر المكعب على الثانية. هنا حبايبي أنا قلت إن الكيو بتساوي المساحة في السرعة. طب أنا عندي هنا القطر،
طب ما انا اقدر احسب المساح واضربه في الصاع اجيب لي كيو واحد. طب والكيو واحد هتساوي كيو اتنين. طب ما هي الكيو اتنين مديني القطر، يبقى اقدر احسب مساحته واستنتج السرعه من تساوي لكيو واحد ولكيو اتنين. تعالوا نحل كده، الاي واحد تساوي الباي دي تربيع على اربعه، اعوض الدي 10 تربيع على اربعه، هيطلع باختصار كده لما اختصر ده بالاله الحاسبه اللي هي 3.14 من 100 في 10 في 10 عشان 10 تربيع على 4 بتساوي 7854 الف سنتيمتر مربع. ودي كانت المساحه عند المقطع الاول للماسوره اللي هو انا مسميه رقم واحد. الكيو واحد بتساوي الاي واحد في الفي واحد. الاي واحد انا لسه حاسبها 7854 من الف، في الفي واحد اللي هي 10 هتطلع ب 785.4 من 10 سنتيمتر مكعب على الثانية. الاثنين بتساوي الباي في الدي تربيع على 4، بس الدي تربيع اللي هنا مقصودة هي الدي 2 اللي هي ال 20، يبقى ال 3.14 من 100 في 20 في 20 على 4 هتطلع ب 314 و16 من 100 سنتيمتر مربع. معادلة استمرارية التدفق اللي احنا لسه واخدينها ان الكيو 1 هتساوي الكيو 2، يبقى الكيو 1 بتساوي الكيو 2 بتساوي كام؟ بتساوي 785.4 من 10 سنتيمتر مكعب على الثانية. يا مستر ما هو مديني المساحة، برافو عليك، يبقى اقدر اجيب الايه؟ الفي 2. اه تعالى كده معايا، يبقى الكيو 2 اللي هي بتساوي 785.4 من 10 في 2 اللي انا لسه حاسبها 3.14 من 314 و16 من 100 في الفي 2، يبقى الفي 2 بتساوي 785.4 من 10 على 314 و16 من 100 هتساوي 2.5 سنتيمتر على الثانية. وكده قدرت احسب السرعة بتاعتي عند النقطة 2 وعند نهاية الماسورة لما كان القطر بتاعي ب 20 سنتيمتر. طب انا جبت الفي 2 وعندي الاي 2، لما اضربهم في بعض اجيب ايه؟ معدل التصرف للماء عند الفتحة الثانية. مش كده يا رجالة؟ اللي هو هيساوي بالتالي لكيو واحد، عشان كده انا ما حسبتوش، لكن بفكرك بيه ان لما تضرب الاي 2 في الفي 2 اللي انت جبتها هيديك معدل التصرف اللي هو هيطلع يساوي 785.4 من 10 زي ما حسبناه في اليوكو 1. طيب مثال 2، ماسوره قطرها A و B تتفرع الى ماسورتين، يبقى بدايه الماسوره A ونهايتها B بس متفرعه في ماسورتين تانيين C و D كما هو مبين بالشكل. هنشوف دلوقتي الماسوره قطرها عند A هو 45 سنتي، قطر ايه ده اهو كان 45 سنتي. طب عند بي كان 30 سنتي، خلي بالك القطر اقل. عند سي هو 20 سنتي. عند دي 15 سنتي. هلا يعني مدين القطر عند الاي 45، القطر عند البي 30، القطر عند السي 20 سنتي، القطر عند الدي 15 سنتي. عين التصرف عند الـ A إذا كانت السرعة عند الـ A هي 2 متر على الثانية، وأيضا عين السرعة عند كل من الـ B والـ D إذا كانت السرعة عند الـ C هي 4 متر على الثانية. حبايبي هسيبكم تحلوها، أنا هوضح بس رسمة الماسورة أهي، أدي الـ A والـ B، القطر هنا كان كام؟ 45، القطر عند الـ B كان 30، القطر عند الـ C كان 20، القطر عند الـ D كان 15، هحسب الـ Q هنا بكام؟ وهحسب الكيو هنا بكام؟ طبعا الكيو هنا بتساوي الكيو هنا، هتساوي الكيو هنا، هتساوي الكيو هنا. وابدأ أحل مسألتي وأطلع البيانات اللي أنا عايزها من المسألة زي ما حلينا اللي فات. هنسيبها واجب نفكر فيها ونحاول نحلها، وإن شاء الله نشوفها الحلقة القادمة ونشوف إحنا حلينا فيها إيه أو وصلنا فيها لإيه، ويا ريت تقول تكون حلتها ومطلع نتيجتها مظبوطة، وهنبدأ بيها إن شاء الله الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، متمنيا لكم النجاح والتوفيق، ونركز عشان احنا قربنا على الامتحانات بتاعتنا عشان نبدأ نراجع ونشوف ايه الجزئية اللي احنا مش فاهمينها، ايه الجزئية المنسية نقدر نغطيها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.